هنعمل صوص الفريدو. انا علشان ما استخدمش كميه زبده فظيعه فمش هعمل الوصفه الاصليه المره دي، وهعمل الوصفه اللي مصطلح عليها ان هي الفريدو. فبطلوا يحطوا كله بارميجان وبقوا يغشوا في او يعني يلعبوا في الوصفه شويه. يبقى ادي ده الوصفه اللي هي مش الاصليه قوي، موتزاريلا وبارميجان مع بعض. بقوا بيحطوا شويه كريمه علشان تدي صوص سايل بدل ما يحطوا انتار زبده، فده كمان التحديث اللي حصل تاني. ما ننساش جوزة الطيب اهي، لكن عادة في المكرونة الصوص دايما بيتقدم منفصل، يعني المفروض يتقدم المكرونة وجنبها الصوص، بالذات في صوص الطماطم، بس في الصوصات دي شغال. بصوا هذا الشيء العظيم اللي ريحته بجد بتشهي